المشارك في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وهذا ابتداء من اليوم إلى غاية 11 سبتمبر. انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح بهدف بلوغ تلقيح 70% من المواطنين في غضون نهاية السنة الجارية. الحملة الوطنية ستتواصل إلى غاية 11 سبتمبر للتقليل من عدد المصابين ولتخفيف الضغط على المستشفيات. نطلب من جميع المواطنين أنهم يتقدموا إلى المراكز هذه تاع التطعيم باش يتلقاو التطعيم. بالنسبه للمواطنين اللي ما تلقاوش كامل التطعيم يقدروا يديروا الجرعه الاولى، اما الناس اللي دارت الجرعه الاولى والحق تاريخ باش يدير الجرعه الثانيه فمن الممكن انه يتقدم ويتلقى الجرعه الثانيه. يوم جيت باساجي لا غران بوست لقيت الحمله هذه دعوات بسبب للتلقيح، وانا كنت درت ديجا الجرعة الأولى ودوكا اليوم درت الجرعة الثانية. الوصول لرقم قياسي من عدد المواطنين الملقحين هو الهدف من الأسبوع الوطني للتلقيح لتفادي الموجة الرابعة ومشابهة هذه الجائحة، خاصة وأن الموجة الثالثة خلفت الكثير من المصابين والوفيات. التلقيح هو الوسيلة الوحيدة راح تمنعنا من تفادي الموجة الرابعة ومن تفادي الحالات الخطيرة والوفيات اللي تقدر تحصل وشفناها يعني في شهر في الموجة الثالثة، يعني المعاناة الكبيرة فيما يخص الأشخاص، يعني عدد الأشخاص الكبيرة اللي كانت على مستوى المستشفيات وكل مشاكل الأكسجين وكل مشاكل يعني الوفيات. وسيتم 11 في يوم 11 سبتمبر يوم يعني تقييمي لكل الأسبوع باش نديروا الحصيلة الكاملة فيما يخص هذه الحملة. تمكنت مصالح وزارة الصحة بإشراك مختلف الفاعلين منذ الشروع في عملية التلقيح مطلع هذا العام من تلقيح أكثر من 8 مليون مواطن تلقى منهم 5 ملايين جرعة واحدة، فيما تلقى 3 ملايين جرعتين.